اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من طريق السياره الطبيه الدار البيضاء والمحمديه. واحد المشهد خطير كاين هنا، الكلاب الضاله اللي موجوده هنايا في طريق السياره، انتم كما كتشوفوا معنا يعني في اي لحظه انه يقدر يخرج للشارع، كيجيو من الشوارع الفوقانيه وكيدخلوا هنا، هما بقاو محبوسين هنا في لوطوروت، يعني كما كتشوفوا معنا في اي لحظه يخرج لوطوروت وتسبب واحد كارثه. هنا راه تحبس، دابا تحبسوا هنا عند حيط عالي، تحبسوا ما بقى لهم غير ينقزوا لوطوروت. كما وقع هاد الاسبوع هذا بسبب كلاب الضاله، خرجوا في الطريق ضربوا فيهم واحد الوليدات بالموطور وتوفوا الله يرحمهم بسبب هاد الكلاب الضاله اللي كتكون حكا في هاد الجنبات. يعني انتم في اي لحظه غير تخلعوا دابا يخرجوا للشاطئ. دابا انتم كارثه كاينه هنا، ما كاين حتى واحد كيقدر اللي حيد هاد المسائل هادو في اي لحظه يخرجوا للطريق، راه اي طوموبيلات تاع السرعه اللي دايزين بها غير يحبس عليهم شي واحد غتوقع كارثه. تعال اخوتي، كارثة غنحاولوا اننا نعيطوا يجي مسؤول على هذا الشيء باش يجي ويحيي هذه الكارثة من هنا. كلاب الضاله راه كتسبب واحد الكارثه كبيره، راه كيديروا كارثه كبيره. شوف منين جايين، هو حلو هنا بقاو جايين من القدام في هاد الجنبات ديال طريق السيار، وجاو حتى لهنا وحلو مع الدم، وبغاو ينقزوا ومخلوعين. ما غنتحركوا من هنا حتى نعيطوا لشي مسؤول انه يشوف الحل ديال هذا الشيء. يعني في اي وقيته الله يستر تقدر تسبب في كارثه. هنا نقزوا هادو بربعه راه مشكله، طريق السيار كل شيء دايز بسرعه، كل شيء دايز بسرعه هنا. طريق السيار رابطه ما بين الدار البيضاء والمحمديه، مشهد خطير. كلاب الضالة في الجنبات ديال طريق السيار، هادشي مخصوش يكون هنا خصوصا في طريق السيار، صعيب بزاف. غنديرو اليوم هادشي كله غير يحيدهم من هنايا، ما يقتلهم ولا يحيدهم من هنايا، راه مشكلة هادي. شكرا.
عليكم مشاهدي قناة شوف تيفي. إلى اللقاء.